الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم اللقاء والتحية في هذا الصباح المميز الخاص بانطلاقات أيضا أشواط الإنتاج، أشواط الثنائي الإنتاج وأشواط الحيل، وأيضا أشواط خاصة بالهجن السودانيات. مشاهدينا الكرام، ينطلق شوطنا الثالث في الخاص أيضا بانطلاقات سن الحيل، وأيضا شوط خاص بالإنتاج والمنتجين. مشاهدينا الكرام، ينطلق هذا الشوط الذي يحمل لنا في طياته الأسماء الكبيرة والشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. نسير مع هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام، نسير مع هذه الأسماء المميزة الحاضرة باندفاعتها الجميلة والرائعة في أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، لسباقات الهجن ضمن السباق المحلي الرابع في فترته الثانية. نسير مباشرة مع البداية والمركز الأول وصدارة الشوط، أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة هناك مع المركز الأول. من الجانب الآخر شعار الشنجل من يقدم الانطلاقة السامرية، محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني نتابع التقدم والوصول مع المركز الثاني، حبوبة من تتقدم بشعار عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايبة الهاجري من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الثاني. نتابع المركز الثالث مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، قدوم ووصول في هذا الانطلاق المميز ايضا القادمة في هذا المسار مع المركز الثالث. تتقدم هنا ايضا عدالة عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل القادمة مع رابع التحديات، وصول من بحور محمد بن راشد بن عبيد المريزيق المري من يقدم لنا أيضا شعاره المميز القادم مع رابع المراكز. ناخذ المركز الخامس، وصول من شعار بن نايفة يصل مقدما لنا انطلاقة مزنة، عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري يصل مع خامس المراكز. من نختتم مع النداء والإذاعة في نداء الأول الخمسة المراكز الأولى. مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الأصالة محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة في هذه الانطلاقات الصباحية المميزة الخاصة بانطلاقات سن الكبار، ودائما يحلو الرقص مع الكبار في هذه الانطلاقات المميزة ومسافة 6 كيلومترات. مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود مباشرة مع البداية، نعود مباشرة مع المركز الأول وصدارة الشوط. هناك البداية السامرية من تقود الأسماء بتحدياتها المميزة والجميلة كما تشاهدونها في الكادر العلوي من قناة الريان الفضائية مع النقل الحي والمباشر من قناة الريان المتابعة أيضا لهذه الانطلاقات المميزة والجميلة والتحدي الرائعة هنا في أرضية ميدان الشحانية. إذن السامرية من تقود التحديات المميزة بشعار محمد بن ناصر الشنجل من يقدم لنا أيضا تحدياته الرائعة هناك من خلال تواجد السامرية مع البداية. نتابع وناخذ المركز الثاني، قدوم من شعار بن نايفة يصل مقدما لنا حبوبة عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة من يقدم لنا شعاره المميز والجميل مع المركز الثاني، ولكن حصل دخول عليها هنا في هذه اللحظات من قبل عدالة عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية من يصل مقدما لنا ايضا تحدياته الجميلة من خلال تواد شعاره المميز هنا وانطلاقة عدالة مع المركز الثاني. في هذه اللحظات المركز الثالث حبوبة بن نايفة مع المركز الثالث المركز الرابع. نتابع وناخذ المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الرابع القادمة في هذا المسار المميز والجميل مشاهدينا متابعين الكرام القادمة مع المركز الرابع. هنا تصل بحور محمد بن راشد بن عبيد المريزيق المري من يقدم لنا بحور مع المركز الرابع. المركز الخامس بن نايفة مع خامس المراكز، ايضا هنا وصول من مزنة عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري من يقدم لنا انطلاقة شعاره وتحدياته الرائعة من خلال تواجد مزنة مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الاسماء الاولى مشاهدينا الكرام،
التداول الثاني للخمسة الأسماء المتقدمة هنا في هذا الانطلاق والمسار المميز، ولكن أسماء حاضر أيضا خلف الخمسة المراكز الأولى. عطنا نقطة مخرج المميز هناك على الأسماء الحاضرة في هذا الانطلاق والمسار المميز، مشكور على هذه اللقطة المميزة والجميلة من عمق الميدان هنا في هذا المسار المميز أيضا، وهذه الأسماء والشعارات الحاضرة والمنطلقة التي لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء. ولذا نعود مشاهدينا الكرام مع البداية، نعود مع صدارة الشوط مع المركز الأول السامرية التي لا تزال هي القائدة لهذا المسار، شعار المهيب شعار محمد بن ناصر الشنجل من يقدم لنا تحدياته مع انطلاقة السامرية مع المركز الأول وبداية هذا الشوط. المركز الثاني نتابع وناخذ المركز الثاني قدوم ووصول مع ثاني التحديات من عدالة، عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية من يقدم لنا عدالة مع المركز الثاني. المركز الثالث حبوبة بشعار بن نايفة القادمة مع المركز الثالث من خلال تواجد حبوبة هنا مع المركز الثالث. عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري، ولكن المركز الرابع وصلت في هذا المسار وصلت عوايد علي بن متلع بن مسلي العتيبي، يصل ايضا في هذه اللحظات مقدما لنا انطلاقة ايضا شعاره المميز هنا مع عدالة القادمة مع المركز الرابع. المركز الخامس ايضا قدوم شعار بن نايفة مع انطلاقة مزنة عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري، ولكن حصل دخول من الجذابة صالح بن فرج بن حسين بن سيقان المري، يصل مقدما لنا انطلاقة شعار المميز والجميل من خلال تواجد الجذابة من تدخلت في هذا المسار المميز لتنضم إلى دائرة النداء والإذاعة، لتنضم إلى دائرة الإعلام. مشاهدينا متابعين الكرام 1200 متر ما تفصلنا عن نهاية هذا الشوط، ولكن القيادة مع السامرية القائدة لهذا المسار، القائدة لهذه التحديات المميزة والجميلة طامع الشنجل لاختطاف نقطة مميزة في هذا الصباح المميز من خلال تواجد شعاره المميز شعاره الكبير هناك مع البداية. لكن بن نايفة قادم مع حبوبة عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري، أيضا شعاره المميز والجميل بن نايفة من يقدم لنا حبوبة، ولكن عوايد العتيبي وصلت في هذا المسار تتقدم بشعارها المميز من خلال تواجد عوايد علي بن متلع بن مسلي المقاطي العتيبي، يصل أيضا مقدما لنا انطلاقة شعاره وانطلاقة عوايد. المركز الرابع بالسيقان مع الجذابة وهي اسم خطير بهذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا الجذابة صالح بن فرج بن حسين أبو السيقان المري. الله يا سلام، دخلنا أجواء الكيلو متر الأخير 500 متر النهائية، لكن تابع التحديات المميزة، تابع عوايد التي بدأت تسير بتحدياتها الرائعة والجميلة هنا مع البداية. الله يا سلام، عصاتها ضبطانة ما قالها شيء هنا أبو متلع في هذا المسار، صاحبة عوايد علقت عليها في العام الماضي مشاهدينا متابعينا الكرام، تحضر في هذا الموسم بحضور الكبار بحضورها المميز والجميل بشعار علي بن متلع بن مسلي العتيبي بدون أوامر. الله يا عوايد، تهنية خاصة للوالد أيضا متلع بن مسلي المقاطي العتيبي، وتهنية لزميلنا الأستاذ سعد بن متلع العتيبي، وإلى علي بن متلع من يتابع هذا الشعار، سلام العتيبي سلام على هذا الأداء، سلام عوايد عصاتها ضبطانها بدون أوامر، لله درك يا علي على هذا الأداء المميز والجميل. المركز الثاني وصلت هنا الجذابة صالح بن فرج بن حسين بن سيقان المري. المركز الثالث كان الوصول من اسعفة سنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. المركز الرابع غرام عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمي المري. والمركز الخامس كان الوصول من السامرية محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. إذا مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل نعود للتوقيت التوقيت الزمني مشاهدين الكرام، توقيت عوايد 9:37 تسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس اللي أيضا سيف بن متلع على عتيبي، تهانينا والناموس للوالد علي أيضا متلع بن مسلي العتيبي وانجاله الكرام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل شعار أبو السيقان مع الجذابة 9:39 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن فرج بن حسين أبو السيقان المري مع المركز الثاني. والمركز الثالث وصلت مع المركز الثالث مشاهدين الكرام من اسعفة الوصول ايضا توقيت الزمن 9:41 43 جزء من الثانية. تهانينا والناموس
لمالك اسعفه سنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعيه.